والله عليكم أحبتي في الله، أتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير في أحسن حال وصحة جيدة. تشكركم جميعا، تشكر جميع المتتبعين، وتشكر جميع اللي تيلتحقوا بي تيشتركوا معايا من جديد، واللي أو كنتي أول مرة تشوف قناتي ما تنساش الاشتراك والضغط على زر الجرس توصل بجديد وصفاتي اللي هي جد بسيطة. اليوم احبتي بغيت نحضر المعكرونه بالصلصه على طريقتي. بعد ما سلقت المعكرونه انا تنديرها هكايا مختلفه، تجي منظرها زوين. اللي تحتاج لها بصلتين مفرومين، صلصه الطماطم، شطه حاده حنا تنسميوها الهريسه، تحت مكعبين ماجين تبع مرقة الدجاج، فلفل أسود، تنضيف عليها شوية كاري هندي وشطة حادة، خشنة، هي الفليفلة حادة خشنة مدقوقة، وملح وزيت. بسم الله نبدأ على بركة الله. بنضيف أول شي الزيت، يعني مو كتير زيت. نضيف البصل، بنتركها شي ربع ساعة. بعد ما تشوحت البصل تأمرت، ضفنا عليها 2 ماجي مكعبي، بنضيف معلقتين كبار صلصة الطماطم أو معلقتين ونص، حطينا ملعقتين ونص صلصة الطماطم، هلا الشطة حدة معلقة كبيرة، معلقتين اللي نسميها احنا الهريسة، شطة حادة معلقتين كبار. بعد ما تركنا مشي 5 دقايق بنضيف المعكرونة، بنحط ملح ورشة فلفل اسود وشوية كاري هندي لانه بيعطيها نكهة منسمة، وشطة الخشنة حادة. احنا هاد المعكرونة بنسويها حادة كتير، صورية بنخلطهم مع بعض وبنتركها، بنتركها مدة ربع ساعة وبتكمل. هذه هي المعكرونة ديالنا صبح جاهزة، تقدموها مقبلات مع الأكل اللي تتكون حادة كتير اللي تجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تنال اعجابكم وطريقتي في تحضيرها. ما تنساوش دعموني بلايك، واللي ما مشتركش معايا يشترك، وتنشكركم مره اخرى جميعا، شكرا لكم كثيرا. كان هذا هو اقتراح ديالنا اليوم ديال هذه الوصفه ديال المعكرونه بصلصه الطماطم. نخليكم دمتم سالمين في امان الله وحفظه، في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم سالمين.